انت عارف وهو مناوي لما كان قاعد موجود جوا الفاجر والحرب كانت مدوره قدموا له وفد من جد وقعدوا معاهم كان مدينه حكايه بتاعت فوق ال 500 مليون دولار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الرحمه والمغفره لكل شهداء وعاجل الشفاء لكل جرحى، وربنا ينصر قواتنا الشعب المسلحه. اتنا لكم بفيديو جديد مراكز محمد ابو الدهب. كلام جد جميل وسخن، اتكلم عن تقدمات جد مريحه في محور بتاع سنار، وفي تقدم سريع جدا نحو مدني. برضه اتكلم عن جيش استلم منطقه كبيره جدا في سنار، في محور بتاع سنار، وشغالين تامين بتاع المنطقه تنبادك، يعلن استلام كامل لذلك المدينه. وبرضه اتكلم كثير جدا عن المشترك واستهداف المشتركه، في محاولات كثيره جدا لاستهداف مناي والقوات المشتركه، وفي محاولات برضه جد كثيره وجاده لتفكيك القوات المشتركه. برضه لاول مره يكشف ثلاث عروض التي قدمها امارات للقوات المشتركه للمشاركه مع الميليشيات الجنجويد ديل. كده اراكم نادر فيديو اول حتى مبارداك نجي نعقب معكم. اطمئنكم وابشركم بشاره خير كبيره جدا جدا ان قواتكم المسلحه منتصره ومتقدمه، وخلال الساعات القادمه الناس حتسمع الخبر اليقين. الخبر اليقين على حسب ما وصلنا من مصادر ومن متابعتنا للاحداث على مستوى ولايه السنار، على مستوى ولايه الجزيره، ان القوات المسلحه اتقدمت وحررت مواقع استراتيجيه ومواقع كبيره جدا جدا، لكن حتعلن عنها بعد عمليه بتاع التامينه، ودي اخبار نحن متاكدين منها والحمد لله رب العالمين. نقول انه حيعلن عن اكبر موقع كان بالنسبه للناس منتظر، والناس منتظره انه الموقع الفلاني ده انه يتحرر. باذن الله سبحانه وتعالى استطاعت القوات المسلحه انها تخترق كل الدفاعات بتاعت ميليشيات الجنجويد وتصل النقطه اللي كانت مقصوده. نصر الله القوات المسلحه وهي منتصره باذن الله سبحانه وتعالى. العمل العسكري على مستوى ولايه الجزيره يا اخواننا يصير بخطى ثابته وبخطى متقدمه. والله والله قواتكم المسلحه على مستوى ولايه الجزيره متقدمه تقدم كبير لدرجه يعني سبحان الله شغل الحمد لله رب العالمين. فقط نقول الحمد لله ان القوات المسلحه على مستوى ولايه الجزيره متقدمه تقدم كبير جدا جدا. تقدم كبير جدا جدا حتى على مستوى سنار متقدمه تقدم كبير جدا جدا. نحيي القوات المسلحه الموجوده على مستوى ولايه الخرطوم بعملها الكبير اللي قامت به الليله اليوم على مستوى مناطق الخرطوم. في الخرطوم اشتغل الشغل كبير جدا جدا. في الخرطوم الليله اشتغل الطيران واشتغل العمل البري واشتغلت المسيرات بحمد الله سبحانه وتعالى. الشغل كان كبير جدا جدا الليله على مستوى الخرطوم. كذلك نحيي نسور الجو على الشغل القايمين به في الايام المضت وشغل الليله على مستوى الدندر وعلى مستوى سنجا وعلى مستوى مناطق كثيره، واللي هو الشغل ده اللي فتح مواقف كثيره جدا جدا للقوات المسلحه وخلاها انها تتقدم وتحرر. فالحمد لله ان القوات المسلحه وصلت لخطتها الاستراتيجيه في العمليات الارضيه، انه الطيران بقى يعني خطوه بخطوه مع القوات المسلحه في عمليات تحركها في كل المواقع اللي دايره تمشي لها. فابشر اهلنا في الجزيره واهلنا في ولايه السنار انه الموضوع ده زي ما بقول شنو نجد شغله دي نجدد والله نجدد نجاط ثقيل. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وذلك الفضل من الله سبحانه وتعالى. وهذه البشريات اللي اتحققت بدعواتكم، بدعوات الامهات وبوقوف الشعب السوداني مع قوات المسلحه، هو اللي خالق عمليات الانتصارات الكبيره بالنسبه للقوات المسلحه. اخواننا اي زول موجود على مستوى البث المباشر ده مورال فوق، اي زول دارين انه يكتب لنا مشتركه فوق، اي زول موجود على مستوى البث المباشر ده في صفحتك بالله اسف الان اكتب لنا مورال مشتركه فوق، مشتركه فوق، رابور فوق، مورال فوق. اخواننا الليله احنا عندنا كلام زي ما بقولوا كلام خاص، ها؟ خاص جدا. طيب شنو يعني القوات المشتركة؟ ها؟ الناس شنو يعني بتعني القوات المشتركة؟ مشتركة دي شنو يعني؟ إذا أنا داير الناس ذات الناس العارفة في اللي مشتركة دي شنو؟ مشتركة دي مجموعة من القوات حركات الكفاح المسلح اتوحدت كونت قوة اسمها القوة المشتركة مع القوات المسلحة. والكلام ده ما حق الليل ولا مس. بالمناسبة المشتركة دي ما تكونت في الحرب دي، عشان الناس تكون عارفة برضو المعلومة دي. المشتركة دي تكونت قبل الحرب يا اخوان. قبل الحرب تكونت القوات المشتركة دي من الحركات، كانت مكونة على اساس سير القافلات، القوافل الانسانية من بورسودان او من الخرطوم لحد ما توصل لكل ولايات دارفور او ولاية كردفان. دي كانت المهمة الرئيسية بتاعت المشتركة بينها في حرس المعونات، وكذلك محاربة عمليات الظواهر السالبة المنتشرة على مستوى ولاية دارفور.
اسمع الكلام ده كويس. طيب نيجي نتكلم عن ما بعد الحرب وجاءت الحرب. القوات المشتركة كانت موجودة على مستوى مواقع كثيرة، من ضمنها كانت موجودة على مستوى جنوب جنوب دارفور في نيالا مع القوات المسلحة في الفرقة 16، سعادة الجنرال ياسر فضل الله، ربنا يتقبل شهيد. كانت القوة المشتركة موجودة على مستوى نيالا، لما القوات المسلحة والميليشيا بتاعت الجنجويد كانت بتضرب في القوات المسلحة على مستوى نيالا وهاجمتها هجوم ثقيل جدا جدا، كانت المشتركة موجودة. وحتى ما تبقى من القوات المسلحة بعد انسحاب التكتيكي من نيالا كانت معاها جزء من القوة المشتركة، وصلوا لحد مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور جوهرة دارفور. القوات المشتركة موجودة في الجنينة من قبل الأحداث دي، القوات المشتركة موجودة في زالينجي، القوات المشتركة موجودة في الضعين من قبل الأحداث دي، القوات المشتركة موجودة في جميع الولايات بتاع دارفور مع القوات المسلحة. لكن لما بدأت الحرب دي في تفاصيل دقيقة لابد من انه الليلة نتكلم عنه، وانا داير اي زول من هنا موجود داير يعمل شير ولايك للكلام ده. الكلام ده اخواننا لخص المشتركة عديل من الناس تقول عارفة الكلام ده مشتركة، بس يبقى اي زول عارف مشتركة فوق ده انا دايرك تعمل ليه شير، اعملوا شير في كل مكان عشان نجي نتكلم. ثم نجي الليلة للحملات الكبيرة وللكلام اللي قالته رشان اوشي او المشتركة والكلام الفارغ الكثير ده انا جاي ليه كله. لكن خلونا نبدأ من لحظة الحرب دي. دقت 7 شهور أو 8 شهور في المعركة دي، القوات المشتركة كانت موجودة على مستوى ولاية شمال دارفور في الفاجر تحديدا، كانت في الحياة. لكن تعالوا نشوف الحياة بتاع المشتركة ده كان شنو الحياة. ركز معي كويس، في ظل الحروبات اللي كانت بتدور على مستوى بعض ولايات دارفور، القوات المشتركة لما كانت موجودة على مستوى نطاق الفاجر كانت بتأمن القوافل الإنسانية اللي بتجي من بورسودان وبتجي من وين لحد ما توصل هناك، لأنه الميليشيا بتاعت الجنجويد كانت بتقطع القوافل الإنسانية حتى كانت ماشية للفاشر كانت بتقطعها. فالقوة المشتركة كانت بتأمن في ظل الحياة، كانت بتأمن القوافل الإنسانية والأكل لأهلنا في دارفور لحد ما كان قاعد يوصل الأكل، كان بيوصل في عربات بتجي بتوصل لحد الجنينة، كانت بتأمن القوة المشتركة اللي هي كانت في الحياة، كانت في الحياة بتأمن العربات بتوصل لحد نيالا، كانت في الحياة بتأمن العربات بتوصل لحد زالينجا، كانت في الحياة بتأمن القوات بتوصل لحد الجنينة ولحد الفاشر ولحد كل كتم ولحد كل المناطق دي كانت بتأمن القوة المشتركة وهي كانت في الحياة. رغم ده أجبرت زي ما قالت قيادته أجبرت. لكن تعالوا نشوف الشيء جبر القوات المشتركة إنها تفك الحياة ده، إنها تقف من الحياة وتكون مع القوات المسلحة. شنو وش معنى يعني نحن الليلة بالمنطق دايرين نجي نتكلم عن انه ليه المشتركة؟ زي ما بقولوا الصعاليك كتار بيقولوا لك مسألة قروش، مسألة شنو. انا عارف انه الاستهداف للفول مارشال، انا عارف انه الاستهداف الحالي ده يستهدفوا به الفول مارشال من ياركم منها، ولكن هيهاتة والله هيهاتة. المشتركة كلها على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد، وما بتقدروا بإذن الله ونحن موجودين بإذن الله ما تقدر وما تمرروا أي مخطط على أساس تفرتقوا به القوات المشتركة، لن تستطيعوا مهما عملتوا. ونحن عارفين إنه دي المنو والله عارفينه، وما بنقول هسي دي ما اللحظة المناسبة، لأن نحن لو تكلمنا عن إنه دي المنو حنخلق عملية بتاعت شرخ، لكن حتجي اللحظة المناسبة ونطلع نتكلم عن إنه منو اللي بيحاول إنه يفكفك القوات المشتركة أو القوات في بعضها البعض. حنجي نتكلم في الموضوع ده، لكن هسي حاليا اي زول يعمل شير لايك مشترك فوق مورال فوق، اي زول يعمل لنا شير ولايك يا اخوان، اي زول موجود هنا شير ولايك في اي مكان، في اي مكان اعمله يا زول كويس. نجي نتكلم عن انه بعد 8 شهور القوات المشتركه دي فكت الحياة واعلنت وقوفها ودعمها مع القوات المسلحه. ركز معي في الكلام ده كويس، في ظل 8 شهور دي هل القوات المشتركه بقياده الفول مارشال مني أركم الناوي هل هي كانت موجودة على مستوى نطاق ولايات دارفور مكتفة يدينا، ولا كانت شقالة برضو كذلك من أجل المواطن؟ كانت شقالة. طيب في ظل 7 أو 8 شهور اللي كانت بين في موقف الحياة دي، أنت بتفتكر إنه ما كانت في عروض؟ ها؟ بتفتكر إنه ما كانت في عروض للفول مارشال؟ تفتكر إنه ما كانت في عروض ثقيلة لمناوي لما كان موجود على مستوى الفاجر؟ أنا تعال أديك نماذج للعروض اللي قدمت لمناوي. أول حاجة ركز معي هنا كويس في الكلام ده، دويلة الشر الإماراتيين، أنت عارف وهو من ناوي لما كان قاعد موجود جوا الفاجر والحرب كانت مدورة قدموا له وفد من جد، وفد بقيادة استخباراتية إماراتية. ركز معي في الكلام ده كويس، جات من جد
من تشاد وصلت لحدي الجنينة، ومن الجنينة وصلوا لحدي ولا شمال دارفور، لحدي ما دخلوا للفول مارشال في في تشاد في 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 الفاشر، وقعدوا معاهم وبرهنوا معاه بناء على انه انت اذا شاركت معانا في في المليش مع المليشيا دي مع مليشيات الجنجويد دي، انتوا عارفين انه كان مدين له حكايه بتاعت فوق ال 500 مليون دولار، والكلام ده مثبت اقسم بالله العظيم، الكلام ده مثبت وبشهود، مثبت وبشهود، وصلوا لحد هناك وعرضوا عليه حكايه بتاعت 500 مليون دولار. اسمع الكلام ده كويس، على اساس انه تشارك القوه المشتركه مع مليشيات الجنجويد. من ناوي كان رد شنو؟ ها؟ من ناوي كان رد شنو؟ من ناوي كان رد الصريح؟ الرفض. رفض قاطع، قال لهم من غير أي مجاملة ومن غير أي كلام. من ناوي رفض. ولا قال لهم تمشوا أي حاجة ولا تفاوض ولا كلام فارغ. رفض قاطع قدام الرفض في الفاشل. طلعوا. مشوا. استدعوا من ناوي، ركز معي كويس. الرئيس محمد كاكا. ها؟ محمد كاكا ده استدعى من ناوي القاعد ده. من الفاشر دي استدعاه وقال له يا اخي تجيني هناك في وين؟ تجيني في تشاد. مشى له وقعد معاه في تشاد، لقى معاه بتاع الاستخبارات الاماراتي كان موجود معاه هناك، ومعاه عبد الرحيم جقلو الموجوده لقاه موجود هناك على مستوى تشاد، وقعد معاه في العاصمه انجمينا دي، وعرضوا عليه ثاني ما عرضوا عليه من المبالغ، وعرضوا عليه ما عرضوا عليه من السلاح، وعرضوا عليه ما عرضوا عليه من البنيه التحتيه لتعمير دارفور. ركز معي كويس في الكلام ده، البنية التحتية لعمران ولاية دارفور كلها، ركز معي، وبرهن انه ينفصل دارفور، وعرضوا عليه مبالغ لعملية بتاعت اعمار ولايات دارفور. رده كان شنو من نامي؟ الرد الصريح، الرفض القاطع، الرفض القاطع. ده اثنين. الثالث، هذا المدعو حميتي اتصل على مناوي الموجود ده بانه يشارك معه برضه كذلك عن طريق الاماراتيين، برضو عرضوا عليهم ما عرضوا عليهم من القروش، منها رفض. ثلاثة عروض بمبالغ خرافيه انه يجيب مع المليشة بتاعت الجنجويد، رفض منها. هل المبدا مبدا بتاع قروش؟ ها؟ انتوا مفتكرين المبدا بالنسبه لمناوي مبدا قروش؟ يا ناس لو كانت الفكره بتاعت قروش لكان قبض القروش بتاعت دويلة الشر، لو كانت كان قبض القروش بتاع دويلة الشر البتعادل وعمليه بتاعه تنميه لكل ولايات دارفور كان قبضي. لكن مناوي شارك من حيث المبدا والاخلاق، مناوي شارك من حيث المبدا والقوى المشتركه لما اعلنت فكت الحياد ودخلت مع القوات المسلحه من باب الاخلاق، من باب المبدا، ومن باب الوقوف مع الوطن، لانه القضيه ما حقت دارفور فقط، القضيه حقت كل السودان، ودين لا يعتبروا انهم خارج السودان، دين جزء اصيل من الدوله السودانيه وجزء اصيل من السودان. فلما يسالوك انه ليه فكت الحياد؟ ما فكت الحياد على اساس انها هي محتاجه لسلطه ولا محتاجه لقروش، لانه لو كانت محتاجه لقروش ومحتاجه لسلطه اللي كان وافقت بالعروض المقدمه من دويلة الشر وكونت دوله. ها؟ وكونت دوله مع المليشة هناك. لكن القوى المشتركة كان هدفها واضح، المبادئ والأخلاق، المبادئ لا تتجزأ والأخلاق. دخلت القوى المشتركة من اليوم دخلت فوق القوى المشتركة مع القوات المسلحة. ها؟ اتغيرت المعارك، طبيعة المعارك اتغيرت ولا ما اتغيرت؟ سؤال. خلي يجي واحد من أي كان الليلة يجي يتكلم معينا يقول لي إنه المعارك دي لما دخلت القوات المشتركة مع القوات المسلحة ما تغيرت طبيعة المعارك على مستوى أرض الواقع. اتغيرت ولا ما اتغيرت يا إخوانا؟ كده تعالوا نتكلم عن إنه القوى المشتركة وقوميتها موجودة. وين القوات المشتركة؟ بتقاتل في سنار، بتقاتل في الفاو، بتقاتل في الجندر، بتقاتل في الخرطوم، بتقاتل في 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 بحري، بتقاتل في شندي، في حجر العسل، موجودة الآن في الدبة، موجودة الآن على مستوى النيل الأبيض، موجودة الآن على مستوى دارفور، موجودة في كردفان، موجودة في كل مكان. موجودة ولا ما موجودة؟ موجودة. موجودة، موجودة الآن. اتغيرت المعارك ولا ما اتغيرت؟ طيب إذا كيف هي بتقاتل على أساس مناطقي؟ سؤال. إذا كان الناس الآن، أنا برد على الزول اللي بقول لك بتقاتل على أساس مناطقي، طيب إذا كانت القوة المشتركة بتقاتل الآن على أساس مناطقي، اللي بخليها تكون موجودة على مستوى شندي شنو؟ اللي بخليها تكون موجودة الليلة على مستوى سنار والفا والمناطق دي شنو؟ ما كانت تمشي تكون موجودة فقط هناك على مستوى دارفور. فقط مفروض تكون موجودة هناك. ده ردا على الزول اللي بقول لك إنها بتقاتل على أساس مناطقي. يبقى إذا القوة المشتركة ما بتقاتل على أساس مناطقي، لأنها موجودة في كل مواقع القتال المختلفة
الآن موجودة القوى المشتركة جنبا إلى جنب على القوات المسلحة. إذا القوات المشتركة لها تأثير كبير جدا جدا في مجريات الحرب الماشية دي، لها تأثير على مجريات الحرب الماشية دي الآن حاليا، لها تأثير. استطاعت القوى المشتركة بصمود إنها تدحر ميليشيات الجنجويت اللي كانت موجودة داخل الفاشر، اللي جابوا منه جابوا الوالي نمر السابق وقسم لهم الفاشر على اتجاهين. يا اخواننا اي ذل موجود عليكم الله اعملوا شير ولايك في اي مكان، اي مكان اعمل، لانه انا الله يبدا دار اي ذل يسمعه ويعرف تماما انه القدر اللي قام به القوى المشتركه عشان ندي الناس حقوقهم. يا اخواننا ندي الناس حقوقهم، ولا بد من انه اي ذل لا ياخذ حقه. في الفاشر، في فاشر السلطان، الميليشيا بتاعت الجنجيت كانت موجوده جوا الفاشر، لانه الوالي نمر القي برنامج فكر ما عنده فكر، جاب القوة بتاعت الميليشيا بتاعت الجنجوي كانت موجودة على مستوى الفاشر جوا. القوة المشتركة هي طردتهم، صمود المشتركة على مستوى الفاشر فتح آفاق كبيرة جدا جدا لعدم تقدم ميليشيات الجنجوي إنها تمشي تقاتل. أنت عارف دار أقول لك حاجة، أقسم برب السماء أسمع الكلام ده كويس، الصمودات المشتركة على مستوى الفاشر وثبات على مستوى الفاشر قفل الطريق على إنه تجمعات ميليشيات الجنجوي إنها ما تمشي تخش وين؟ تمشي تخش مدن كثيرة جدا جدا على مستوى الشمال. لولا الصمود ده لكان سقطت الخرطوم ذات نفسها، لأن عمليات المد الكبيرة جدا جدا كانت بتجيك من على مستوى دارفور كانت بتواجه في البداية القوة المشتركة تضعيفة، بتطلع بتضعيفة كلها حتى أن تمشي تتوجه كده على مستوى الخرطوم. يبقى إذن نحن أخواننا الليلة كلامنا كله على المشتركة، المسمع يكلم السمع، القوات المشتركة مقدرة. نحن والله العظيم أي سوداني لابد من أنه يقول شكرا للمشتركة. سودانيين أبناء وطن مننا وفينا، لا يوجد شك في ذلك، شاركوا في المعركة دي بكل ما عندهم، نقدموا الشهداء. مئات الشهداء قدموه في سبيل شنو؟ أصل الليلة لما تسألك واحد من شباب المشتركة الموجودين على مستوى الهناي ده، لو سألته سايب تقول لي يا زول تقاتل من اجل شنو؟ حيقول لك شنو يعني؟ ما حيقول لك من اجل الوطن. تفتكر انه الان الناس في 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 شنو مقابل يعني؟ شنو يعني المقابل اللي ممكن يدوا له الان؟ ما كلكم شاهدتوا الراكز ذا وليد جنى، منو فيكم ما شاف وليد جنى لما كل الناس وقفت؟ ده بيتبع للمشتركه، كل الناس وقفت قالوا يا اخي المنطقه دي فوق الالغام غلبتنا عديل، قال لهم تعالوا هنا سوى كده ركب كروزر يا اخواننا المصفح بو قد الالغام دي وصل لحد ما فتح الطريق. جكرموا منه، جكرموا ساعته ياسر العطبي نفسه، ها جكرموا ساعته ياسر العطبي نفسه، ذول ماشي منتحر، ها في ذول زي ده بيتقيم بقرش؟ ما بيتقيم يا اخوان، ما لا يمكن، لا يمكن. الان الليله اليوم ده بعيدا عن ده كله، بعيدا عن انه الناس الان بتتكلم في اطار انه القوى المشتركه ممكن تكون بعدين، انا دار اقول لكم حاجه يا اخي، انا قبل ساعه من الان كنت بسمع لخطاب السيد الفور مارشال مني اركم منها في الندوه بتاعته في باريس يا اخي، قبل ساعه عظيم من الان يا اخي، زول ده بيتكلم والله العظيم انا احترمت فيك الحاجه دي، والله انت كبير يا مناوي، اقسم بالله كبير يا مناوي، والله كبير، والله احترمتها فيك يا مناوي. زول كان بيتكلم بيقول لكم يا اخي البلد دي نحن بالنسبه لنا في ثلاثه حاجات معروفه، القوات المسلحه والشرطه والامن، ما في اي حاجه غير ثاني في البلد دي، ها قوات مسلحه وشرطه وامن. واسل الليله بيتكلم عن انه اذا توقفت الحرب الليله ده لابد من انه تكون في قوه مسلحه واحده زائد الامن زائد الشرطه، ما في اي حاجه ثانيه في البلد دي. ده قبل ساعه بيتكلم في التفاصيل دي، والله العظيم زي ما اقول لكم قبل ساعه كان بيتكلم في التفاصيل دي. ممكن الناس تراجع الكلام الندوه بتاعت مناوي الليله اللي كان بيتكلم فيها في باريس، الناس تراجع. يا اخوانا انا الدائر اقول من الكلام ده كله انه المحاولات لخلق فتنه داخلية بين القوات المشتركة، ركز معي في الكلام ده كويس، الكلام اللي اتكتب وطلعته الصحفية رشان أوشي واللي كل الناس سمعته. طيب أنا شايف في كثير من الناس قالوا اطلعوا على 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 الموضوع المثار الآن على الميديا ده، كده نسأل نفسنا سؤال، كده نسأل نفسنا سؤال، المشتركة طلبت بشنو؟ ها يعني اذا فرضا عين اذا فرضا ذاته قلنا انه انا عارف انه الكلام ده ما صحيح، لكن اذا فرضا قلنا الكلام ده صحيح، طالبت بشنو؟ طالبت بالمشاركه في السلطه، السودانيين من حقهم يشاركوا في السلطه باي نسبه كانت. المشكله وين يعني؟ ها المشكله وين يعني؟ ما يطالبوا يعني؟
هل في مشكلة في مطالبتهم بأنه يكونوا جزء من السلطة يعني مثلا؟ ها؟ في مشكلة مثلا؟ ما في مشكلة، فليطالب. طيب الحاجة الثانية، طالبوا بشنو؟ طالبوا بالسلاح. السلاح ده هم هسه الآن قاعدين وين يعني؟ كده كده دقيقة، إذا فرضا قلنا الكلام ده حقيقي، راح إذا فرضا قلنا الحق، إذا طالبوا بالكروزرات، الكروزرات دي يعني حيدخلوها جوا بيوتهم يعني؟ هي بيوتنا الآن كلها بقت في الشوارع، وبيوتهم كلها الآن يا إخواننا ناس أهلهم كلهم الآن الميليشيا استباحتهم وبيوت الآن ما في، ولايات كلها الآن المنطقة الوحيدة اللي هي الفاشل في ولاية شمال دارفور المافيا تواجد للميليشيا أو فيها تواجد للجنجويد، يعني حيودوها وين مثلا يعني؟ ها؟ ده إذا فرضا إحنا قلنا الكلام ده حقيقي إنه طالبوا بالكروزرات بيه، حيودوها وين يعني؟ ها؟ والجيش حقهم قاعد وين يعني؟ المشتركه دي قاعده وين الان؟ ما قاعده في ميادين القتال المختلفه، ما قاعده في الفاو، قاعده في الدندير، قاعده في سنار، قاعده في الجزيره، قاعده في شندي، قاعده في مدرمان، قاعده في الخرطوم، دي ما اماكن، كل اماكن بتاعت نطاق عمليات عسكريه ما موجوده هناك يعني. لكن انا الدائر اقوله من الخطاب ده، من الكلام الطلع ده، هو كلام ما حقيقي. وحتى رشان ذات اخواننا ممرر لها تمرير، والله العظيم انا اقول لكم بالواضح، رشان ذات ممررات تقرير، وانا عارف زي ما قلت لكم، وانا ما شفتوا، ما حعرف لكم الجهه، ما حعرف لكم الجهه اللي هي مررت، لكن انا حقول كلام عام وافهموه. اول حاجه التحيه للفول مارشال مني اركم الناوي، والتحيه لجبريل ابراهيم، والتحيه لعبد الله يحيى، والتحيه لمصطفى تنبور، والتحيه لكل قيادات المشتركه. اسمعوا كلامي ده كويس، ودي رساله لكم لكل قيادات المشتركة، اسمعوا كلامي ده كويس، ودي رسالة لكم. شوفوا هنا، دي مرحلة، المرحلة دي مرحلة حرجة جدا جدا في تاريخ الدولة السودانية، وانتوا عارفين. انتوا الآن بتخدموا مع القوات المسلحة وتحت قيادة وأمر القوات المسلحة، وانتوا عارفين الحاجة دي. طيب محاولة انه الناس تشقكم في بعضكم البعض، دي اللي بيستفيد منها منكم ده سؤال. ها؟ ما انتوا اوريدي الان بتمثلوا الجيش، وانتوا جيش، انتوا ما جيش الان. مشتركة ما جيش يا اخواننا، ما جيش يعني. ها؟ اذا تفرتقتوا بعضكم البعض بتخدم منو؟ بتخدم الميليشيا. ما دار لا اثنين ثلاثة، بتخدم الميليشيا. لذلك انا رسالتي لاخونا مصطفى تنبور، لاخونا مني اركم الناوي. ها؟ ولي جبريل ابراهيم، ولي عبد الله يحيى عضو مجلس السيادي، ولو الان نواياكم واضحه في انكم انتوا بتديروا في معركه من اجل بقاء الدوله السودانيه، وعارفين تماما قدر الوطن ومكانه الوطن، ودي اللحظات اللي انتوا لابد من انكم تكونوا مترابطين ترابط حقيقي فيما بينكم، والجهود كل المبذوله دي تبذل من اجل القضاء على التمرد في الدوله. ونحن والله عندنا ثقه تام في انه الدولة دي زي ما قال الليلة مناوي في الندوة بتاعته، قال بكلام واضح، وانا قلت لك مبسوط جدا جدا والله العظيم، والله العظيم يا مناوي تحية لك يا الفول مارشال، والله رفعت راسنا، والله الليلة الكلام اللي قلته ده كلام، ده الكلام المطلوب يعني. الليلة من الحاجات اللي ذكرها مناوي، قال يا اخي نحن ما بنحدد نحن نكون في السلطة، نحن قال الظواهر بتاعت الجيوش دي كلها حتنتهي، قال والسودانيين هم اللي بيختاروا منو بيحكم، كان حكم فدرالي، كان حكم بالصندوق بتاع الاختراع، كان حكم بأي كان. وأنا أفتكر إنه هو ده اللي حيقود الدولة السودانية لعملية بتاعت حوار سوداني سوداني زي ما قال الفول مارشال، وأنا أتفق تماما مع الحوار السوداني السوداني اللي اتكلم عنه الفول مارشال. لكن يا السيد القائد الفول مارشال مني عندي لك رسالة، عندي لك رسالة وحتصلك. أي اختلافات داخلية أي كانت حجم الاختلافات شنو؟ فحلها دائما بكون شنو؟ داخلي. حلها دائما بكون شنو؟ داخلي جوا. حتى الإيحاء بها ممنوع في ظل المرحلة دي. لك التحية محمد، وكلامك جميل جدا. تحية كبيرة جدا للجيش في محور بتاع سنار والفاو والجزيرة والمناقل. أيام دي الناس دي شغالين شغل ما شاء الله، وقريبة جدا الناس تسمع أخبار حلوة، ومنطقة دي تكون خالية من الجنجبيل، فالناس تصبر وبس ما تنشر التحركات بتاع القوات. الجيش شغال بخطة ثابتة وبعزيمة وإصرار إنه منطقة دي تنظف من جنجبيل حسب الخطة الموضوعة من القيادة. الآن الحرب ماشي إلى نهايات، والناس دول بدأوا يرجعوا لخباصة حقهم، وهسي كل كلام اللي بقوله كلام ما منه صحة،
وفي جهاد اخوانا ما عاوزه المشتركه ودي حقه ده ماشي ده ما عاجبهم نهائي ما عاجبهم. فلكن نقول لكم حاجه واحده بس والله العظيم السودان ده تاني تبني خصبا عن اي زول. ممارسات الزمان ده تاني شيلوا بره بروسينكم. والاناسي كلام الكويس انه كلام القياده بتاع قوات الشعب المسلح كلام وارد جدا وكلام اللي قالوا ياسر عطا كلام مظبوط 100% وكلام اللي قالوا مناوي كلام مظبوط 100%. الشيء اللي قدمه القوات المشتركه في حرب ده الشعب السوداني شايف وعارف. فكلام اللي بيقولوا تقول له كلام عارف من الصحه يا اخوانا هوي. الناس دي دائما بحاول بخلق فتن بمشتركه وكلامنا. مناوي اذا كان بقبل قروش من زمان كان وقف مع جنجوي الدين. تذكروا كلام برهان زمان ده قال لي الناس من القوى المشتركة دي قال في الحياد لكن الناس دي شغالين معانا من بداية الحرب. كلام ده قال برهان بالنص. الآن يا اخوانا كل الوقت والجهد للمعركة فقط وأي حديث جانبي هو محاولة لإطالة صلاحية جنجويد. جنجويد هسه كده هم ينتهوا لكن الناس بحاولوا بيطيلوا أمد الجنجويد ديل. القوى المشتركة تغاطي من أجل محافظة على سيادة واستقلال السودان. هي مؤمنة بأن السودان ما بعد الحرب ليس كالسودان القديم.